وفي إطار مشاركة وفد مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر كوب 26، أعلنت مملكة البحرين عن تعهدها بدعم المبادرات الدولية الأربع الرئيسية في مجال التغير المناخي والمتمثلة في مبادرة التحالف العالمي للمحيطات والتعهد العالمي بشأن غاز الميثان ومبادرة الحكومة الخضراء ومبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.